حاضر، بنشكرك وصباحك زي Thank you الورد. much. نبتدي بمدام فاطمة. بصي عندنا 14/8 و10/8 والمكالمة الأخرانية 10/8، فأنا هقول الصفات بتاعت 10/8 عشان نسكيب يعني فيهم. ماشي. 10/8 برج الأسد. برج الأسد برج ناري بيحكمه كوكب الشمس، ده بيخليه إن هو بيديله الطاقة، يعني هو بيفضل على طول مستمر إن هو يبقى عنده طاقة. برج الأسد بيمتازوا بالولاء، وبيمتازوا بأن هم يعني أذكياء قادة، بيتولدوا أن هم يكونوا قادة، سهلين جدا في التعامل إذا ما جيتيش جنب كرامتهم ومحسستيهمش أن هم يعني مش واخدين وضعهم، دي الوضعه تاخدي اللي انت عايزاه. برج الأسد كريم، بيحب يهادي الناس بقد قيمته، مش بقد قيمة اللي قدامه، أنا بهديكي بقيمتي أنا. والحقيقة يعني هم ناس لطاف جدا، يعني كرماء ويحبوا المرح والرجالة. الرجالة أي سؤال غريب أوي أنت يعني أنت عارفة يعني ولا لازم كل مرة نديهم نبذة كده؟ بصي يعني الأسد لا، بس الأسد بحس إن هو بأوفر شوية. لا هو يعني إذا أحب اذا احب اخلص والله، بس ايه هيبص بس وهيخلص برضه. النظره الاولى ليك والثانيه يعني هيبص للثانيه ويخلص لها يعني برضه. انت لو شفتي ورده جميله مش هتبصي على الورده طبعا. جميله يعني لا مش هشم، ممكن ابص عليها وشمها بس مش لازم اقطفها، ما انا عندي بالظبط خليها قاعده زوريه. طيب فاطمه كانت بتقول، او مدام فاطمه كانت بتقول ان هي 6/7، هي 6/7 برج السرطان، وجوزها 26/9 برج الميزان اللي احنا بنتكلم فيه النهارده بالظبط، وابنها 14/8 اللي احنا قلنا خلصنا بقى 14/8.